السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع درس الجرامر في لسن 1 و 2 في الوحدة الثالثة، واللي بيكلمني عن زمن المضارع المستمر. The present continuous tense، زمن المضارع المستمر. خلينا نتفق حبايبي إن أي زمن مستمر لازم يكون فيه verb to be والverb plus ing. عمرك ما هتلاقي أبدا زمن مستمر ما فيهوش verb to be وفعل فيه ing. اما بالنسبه لتركيبه المضارع المستمر حبايبي فهلاقيها am is are plus verb plus ing، يبقى هنا verb to be في المضارع am is are، وعندنا الverb plus ing. طبعا اوعى تنسى ان am بتيجي مع i، is بتيجي مع he she with والاسم المفرد، اما are بتيجي مع we they you والاسم الجمع. ده بالنسبه حبايبي للتكوين. فلما يجي يقول لي حبايبي I reading a book، فحوله طبعا I am reading a book. ليه؟ عشان الاي بتاخد ام. لما بقول لك الجمله دي بزمن ايه هتقول لي بزمن المضارع المستمر عشان ام والverb plus ing. لما يجي في الاختيارات او في الاخطاء قول لي he is play tennis، يعني هو بيلعب تنس، واقول لك صح. اقول له ام واز ار هيجي وراها verb plus ing عشان الكلام ده present continuous يعني مضارع مستمر، فهقول he is playing tennis يعني هو بيلعب تنس. لما بقول لك حبايبي they are watch TV هتقول لي لا are بيجي وراها verb plus ing فهقول they are watching TV. فاذا زمن المضارع المستمر عبارة عن am is are plus verb plus ing. لازم اخلي بالي مين اللي بياخد am ومين اللي بياخد is ومين اللي بياخد are. لو شفت am is are هجيب وراها فعل في ing طالما الكلام مبني معلوم. ده بالنسبة حبيبي للجملة المثبتة. طب يا مستر في النفي بعمل ايه؟ قال لي في النفي الموضوع بسيط جدا، كل اللي انا بعمله بحط ورا am او is او are not، ويبقى انا كده نفيت جملة المضارع المستمر. يعني not سواء بالمنظر ده او ان apostrophe t. يعني لو انا حبيت انفي الجمله الاولى اللي هي I am reading هيبقى النفي بتاعها كالتالي I'm not reading، يعني انا لا اقرا. طيب لو قال لي he is playing وقال لي انفيها لي فالموضوع بسيط خالص، هقول he isn't playing يعني هو ما بيلعبش. لو جينا للجمله الثالثه بقول they are watching TV فيبقى النفي بتاعي they aren't watching TV. يبقى اذا لما اجي انفي الجمله في زمن المضارع المستمر كل اللي انا بعمله بحط ورا ام واز وار نوت، ويبقى انا كده نفيت الجمله. طيب يا مستر بالنسبه للسؤال الكويستشن، يعني قال لي السؤال حبايبي يا اما هيبدا بام او از او ار وبعد كده بيجيب لي السبجكت الفاعل بتاعي وبعد كده الفيرب بلس اي ان جي، وهنا هيكون معناه هل. يعني لما يجي يقول لي از احمد ويديك في الاخطاء واش ذا كار اقول لك صح حول الله، طالما في هنا از يبقى على طول الفعل بلس اي ان جي فهقول از احمد واشينج ذا كار. طب لما اقول از احمد واشينج ذا كار وانا عايز اجاوب اكيد طبعا هقول يس واطلع ابدل فتبقى يس هي از اور نو هي ازنت. مثال تاني لما اقول لي are you have lunch قول طبعا صح الجمله دي، هقول له لا طبعا لان are بيجي وراها verb plus ing فتبقى are you having lunch يعني هل انت تتناول الغداء. طيب لما اجي اجاوب قلت بقى هنا لازم اخلي بالي ان are you بتتحول في الاجابه لاي، يو بتتحول لاي واي ما بتاخدش ار، اي بتاخد ام. فيا اما اقول yes I am يا اما اقول no I am not، يبقى انا كده جاوبت. يبقى اذا از وار لما هتيجي في اول السؤال هيكون معناها هل، وهجاوب عليها بيس او نو. النوع الثاني من الاسئله حبايبي هو السؤال اللي بيبدا ب دبليو اتش وير يعني اداه استفهام، برضو هلاقي وراها ام او از او ار، وبعد كده حبايبي هلاقي السبجكت بتاعي الفاعل، وبعد كده هلاقي الفيرب بلس ing. يبقى لاحظ دايما مع verb to be الverb بتاع بلس ing في المضارع المستمر. فلما يجي يقول لحبايبي where are you
اقول له لا غلط طبعا لان في ار، فعلى طول جو هتبقى going، يبقى where are you going. طبعا لما اجي اجاوب are you هتتحول في الاجابه لا I am ولا I'm going to، واجيب اي مكان انا رايح فيه، فاقول مثلا I'm going to school يعني انا رايح المدرسه. اذا نوعين السؤال اللي موجودين، يا اما سؤال هيبدا ب ام از ار هيكون معناها هل، يا اما اداه استفهام هيجي وراها برضو ام او از او ار. طيب يا مستر بالنسبه للباسيف فويس، الباسيف فويس يعني المبني للمجهول. طبعا لما اجي ابني اي جمله في المضارع المستمر للمجهول ببدا حبايبي بالمفعول الاوبجكت بتاعي، وبعد كده اجيب ام او از او ار على حسب المفعول، وبعد كده بجيب بيينج، وبعدين الباست بارتيسيبل التصريف الثالث من الفعل اللي كان فيه اي ان جي، وبعد كده حبايبي بجيب الفعل المسبوق بكلمه باي، يبقى انا كده بنيت مجهول. يعني لو انا قلت كده مام از واشينج ذا ديشز، يعني ماما بتغسل الاطباق، وانا عايز ابني الكلام ده مجهول، يبقى اذا هبدا ب الديشز فهقول ذا ديشز. طب مثلا اجيب از، هقول لك لا طبعا دي لان مام كانت مفرد لكن الديشز جمع، فلازم احول از لار، وبعدين هجيب بيينج، ورا بيينج هحول الفعل ده لتصريف ثالث فتبقى واشد، ذا ديشز ار بيينج واشد باي مام، يعني الاطباق بتتغسل بواسطه مام. يبقى لما يجي لي في الاختيارات مجهول ومعلوم لازم اركز في معنى الجمله واشوف هي مجهول ولا معلوم، وقلنا هنا مش شرط سواء عاقل او غير عاقل. يعني لما يجي حبيبي يقول لي اور تي في، التلفزيون بتاعنا، واديني في الاختيارات از فيكسينج يعني بيصلح، ولا از بيين فيكست ناو. طبعا حبيبي لما ترجم الجمله عمر ما التلفزيون هيصلح حاجه ابدا، التلفزيون ما يقدرش يصلح حاجه، اذا التلفزيون هنا مش فاعل، امال التلفزيون هنا مفعول هو اللي بيتصلح، فبالتالي هختار is being fixed اللي هي صيغه المبني للمجهول. تاني is being fixed اللي هي مبني مجهول. تعالوا حبايبي بقى نشوف اهم حاجه وهي الاستخدام، امتى استخدم الكلام اللي انا قلت عليه ده كله اللي هو زمن المضارع المستمر سواء في نفي او في استفهام او في سؤال او في مبني مجهول. قال لي طبعا رقم واحد للتعبير عن فعل يحدث الان، يعني انا بعبر بيه عن حاجه شغاله دلوقتي. طب ايه يا مصر اللي هيعرفني ان الحاجه دي شغاله دلوقتي؟ قال لي اكيد هلاقي keywords يعني كلمات داله على ان الحاجه بتحصل دلوقتي، وطبعا دي عارفينها كلنا تقريبا، now look بمعنى انظر، listen بمعنى استمع، still بمعنى ما زال، at the moment يعني في هذه اللحظه، at present يعني في الحاضر، وعندنا watch out يعني احترس، او look out احترس او be careful. كل ده بيدل على ان الشيء بيحدث الان. فالموضوع بسيط جدا بقى حبيبي، هبص الاقي في الاخطاء الا كده، he reads a book now. طبعا هنا اول ما الناس هتشوف now هتفرح جدا تقول ان هو مضارع مستمر، بس تروح جاي عامله كده reading، ويبقى كده فكر ان هو حول الجمله لمضارع مستمر. هنا جاب verb ing ولكن نسي يجيب verb to be، وهنا طبعا مش هينفع الكلام، لازم مع verb ing verb to be، فشوف هي بتاخد ايه، فهي هتاخد is، فاذا هقول he is reading now. يبقى اذا انا بستخدم المضارع المستمر لما اعبر عن شيء بيحدث الان، يعني لما اشوف اي كلمه من دول يبقى لازم اجيب الفعل بتاعي am is are plus verb ing مش verb ing. طيب الاستخدام الثاني حبيبي، قال لي ده بقى الاستخدام مهم جدا لان هو ده اللي عايزه في الوحده. طب هو ايه الاستخدام ده؟ قال لي ايوه الاستخدام ده قال لك بيعبر عن حدث سوف يحدث في المستقبل ولكن تم الترتيب له. يعني حاجه لسه هتحصل حبيبي في المستقبل بس انا رتبت ليها. يعني ايه رتبت ليها؟ يعني خدت اجراءات مش مجرد كلام بس. بمعنى يجي يقول لي كده في الاختيارات احمد ويديني كده
will travel. طبعا will travel دي مستقبل، واديني is traveling برضو، is traveling دي مستقبل. to Alex، هيسافر اسكندرية. ما نعرفش، يقول لي كده he has booked the tickets. يعني هو قطع التذاكر. معنى نقول قطع التذاكر حبايبي معناها ان كده رتب للشيء، ومعنى ان رتب للشيء ما ينفعش اختار ويل زائد المصدر في المستقبل، امال هختار ايه؟ هختار مضارع مستمر، فاقول احمد از ترافلينج، وده معنى شيء تم الترتيب، يبقى الحاجه صحيح هو لسه هيسافر في المستقبل ولكن هو رتب للكلام ده، فبالتالي لازم اجيب مضارع مستمر. طب يجي لي الكلام ده في الاخطاء ازاي؟ بص كده يقول لي وي جيت married next week، مش هتلاقيه يقف، يقول لك we have invited، يعني احنا دعينا our friends، اصدقائنا. اذا هنا احنا مرتبين، والدليل على كده ان احنا دعينا، فهنا ما اقولش will get، ما تقولش will get حتى لو في next week، امال هقول ايه؟ هقول we are getting married، يعني هجيبها مضارع مستمر، او اني اجيبها لي بشكل مخفي، يعني مثلا قول لي مثلا علي talking to Sammy، فعلي بيقول له let's play tennis tomorrow، ما تيجي نلعب تنس بكره، فيقوم سامي يقول له sorry انا اسف، والله خلي بالك الحدث امتى؟ بكره. قول له I visit my uncle، هقول له ايه الشيء اللي يمنعني من ان انا اعمل حاجه بكره؟ هو ان انا اكون مرتب لعمل شيء اخر، فبالتالي لازم اقول sorry I am visiting my uncle، يعني لازم اجيبها مضارع مستمر. ليه؟ لان ده مرتب لي، لو ما كانش مرتب لي ما كانش اعتذر عن اللعب بكره. وبكده يبقى مهم جدا ان انا اعرف ان زمن المضارع المستمر استخدمته في حاجتين اتنين، في التعبير عن حدث بيحدث الان وشفت علاماته، وكمان في التعبير عن حدث لسه هيحصل في المستقبل بس تم الترتيب ليه. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو مش متابعنا من الاول هتدخل على صندوق الوصف هتلاقي كل الحلقات من اول ما بدأنا لغاية ما احنا واقفين. Goodbye. السلام عليكم.